وتو بعد ما روحت للدار باش نوريكم المشتريات اللي شريتها من اكسيون، وشريت زيدا من تيدي شويه نجيو اكسيون وان شاء الله نتذكر السوق. دونك شريت الريفي هذي والكالندري هذي الريفي والكالندري جكوا ب 5 يورو عجبتني على الاخر حلوه برشا نوار هكا وبلون 5 يورو هذيك. شريت كيسين هذوما بجكرو ب 70 سنتيم ولا هو 79 سنتيم عصير ب 70 سنتيم في السبعينات. هذوما حبيت انا باش نشري الالوان كلها ما لقيتش كيما قلت لكم خاطر العشيه ما فما حتى شيء. ان شاء الله وسط الجمعة جايين نعود هكا برشا فيديوهات متاع اكسيون هبط لكم. دونك نحب نشري الالوان الكل. شريت البورت كانديل هذيا عملت الشموع ياسر عجبتني هكا عندها الستيل ارابيسك والله ما نعرفش هذي قديش بالرغم اللي جبت سكونترين لهنا جكرو 1.39 يورو 1.39 يورو. شفت هذوم اللي نلوج عليهم عندي قديش قديش هذوم بلار بلاكتا نتاعهم ماهمش بلار خويا خويا خويا. شريت زوز هذوم زوز دونك السيعة نتاعهم هذو قداش 800 مليلتر دونك زوز نتاع مقارونة وكل شيء كيما قلت لكم قاعدة نحب نبدل فيهم. هذوكم قداش 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 والله البنات استنوني ما لقيتهمش جكروا الوحدة 1.50 يورو جكروا شكرا الواحدة 1.50 يورو هذوما ارخص في اكسيون على تعرفوا لهنا هذوما في ايطاليا تعمل 3 يورو 3.50 يورو الواحدة. مي بون البلار شوية هكا مش قوي برشا نحطهم هوني باش يظهرلكم شكرا هذايا نزيدو 1.50 يورو في الهذيكا. شريت المنشفة هذي والله ما نعرفش قداش زاد في حكاية 3 يورو كبيرة شوفوا قداش اكبرها ولونها محلاه فما الالوان الكل لبني شفتها وانا مش عاد نشري كان من اكسيون الحقيقه كانوا ناقصيني برشا حاجات والله العظيم يا البنات لهنا في تالي ما تلقى منين تشري. وهذه والله نسيت البنات شكرا ان ورو ولا هي ان ورو ونص محلاها وعندها الجانشي هذه فين تشد بها هكا هذه زاد نحاول نشري منها برشا الوان. تعرف خاطر برشا شنو قد نضيع لكم الوقت وكان باش نقول لكم تنقول لكم الاسامي نذكرها حتى هو وال زي ضرب عليهم الناس الكل كما شفتوا في التصاور هما هالكيسين التركيين هذوما ريتهم قناة كوزين تيك تاك توري فيهم من في عزيزة هاي عندكم في عزيزة وعنا حتى احنا لهنا موجودين في اكسيون هذوما يسميهم زيدا البكيري تركي معناهم تركيين حلوين على الاخر تشوفوا شنو باش نلقى لهم سوتاس حلو على الاخر هكا يبديو هكا محليهم نتاع كويس تي يهبلوا والسيعه نتاعهم البنات بس تنسى راهي ماهيش معناها هيك اللي تي هكا نتاع شويه دوبا تشرب ولا لا ذويقه لا 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 باين هذوما هذوما 1.50 يورو جكروا الستة جكروا 1.50 يورو سي ما يفوتوش 2 يورو الحاسيل هذوما ياسر ياسر حاجه باهيه على الاخر والله صرنا معقولة حقيقة. بسم الله نتوما هنا ما تكسروش ما تكسروش البنات شريو برشا زادا الصغار برشا ماكلة هذا يشريو البسكو نتاع اللوكيس هذوما وشتاهم الاخرين تكلاو باش بركي انا نصور لكم انهم تغود فيك هما كلهم كلاوهم برشا فما الحلويات والبسكو هذوما زيد بسو معقول حتى البسكو هذايا رارمون فين تلقاه في لي سوبر ماركات بارتو معناها كيما لي بير وكيما موجودين غادي شريت كلاستات الفارس زيد حلوين معناها مش
مش خايبين. قلت لكم اول تجربه انا مشتريت من اكسون لبنات، خاطر ديجا هو مازال كي حال. وشري راجلي حاجات للكهرباء واللي نظف بها الكهرباء، وشرينا هذوما 6 ما شاء الله بان يورو. موالفة نشري زوز 3 بان يورو، احنا كي نشريهم من ريسبار ميكرو سافو لابين والله. ده وبعد مشيت الكيك وكيميريتوني وتيدي، خاطر الكيك وتيدي هما الحاجات اللي قبل احنا كنا نقولوا يشبهوا لاكسيون. دونك شريت هذايا الفاز اللي هو ب 3 اورو 19 من تيدي، هاك عجبني الفورم نتاعو وكل شيء. وشيت هذوما نحب نعمل كوان كافي ان شاء الله نعملها معاكم ب 5 اورو. دونك ديما اللوطه تقراو الايطاليانيه ب 5 اورو، متينه متينه على الاخر. وهكا حبيت حاجه مش متداوله هكايا، هذا تي وكوفي. اما هذه نتاع تي بوسكينا نستعملوا الاخرين، انا نجم نحط في هذه حتى لي كابسول ولا حاجه ولا السكر ولا حاجه. توا ان شاء الله كي نعملها معاكم انه دونك هذوما. وجا شريت معاهم هدايا، دونك هذايا يهب المحلاه من تيدي. دونك هذايا السوم نتاعو 6 اورو، ياسر عجبني. وهذوما هما كانوا مشترياتنا. ان شاء الله كل مره هكا في نخرج ونعمل هكا نلقى حاجه ان بون بلون كيما نقولوا، هكا حاجه معناها تضيف لك تضيف لكم انتوما، خاطر عندي نسبه هكا شويه من اللي عايشين سختو هوني في ايطاليا. كيما قلت لكم المره فاتت على بريمارك راهو ان سوليسيون للبنات اللي عندهم عائلات وهكا ولادهم يقراو كل شيء. فريمون فريمون اكسيون هذا باش ينحي الفقر انا بون ترافيرغيلاتي باش ولا بالحق حسيت كنت نقصتني برشا حاجات الحقيقه. وهذا ان بون بلون تنجم هكا هكا كيما تراو الناس كلها تشري منه، راه مش حاجه معناها مش تراو حاجه تقولوا يا محلاه هذيك. بارفوا الحاجه كي تبدا ما عندكش منين باش تشريها تقول يا محلاه وكيفاش وكل شيء، وان فان دو كونت كي تلقاها تنجم معناها تبدا في استطاعه الناس كلها. فهمتوني هذايا هو. ان شاء الله عجبكم، قولوا لي شنو احسن حاجه عجبتكم، وان شاء الله هكا باش تراويكم كل 15 يوم جوله في اكسيون وشويه مشتريات هكا ان شاء الله. هذايا باش تعود من الحاجات اللي باش نعملها في القناه ديما ديما. دونك قال لي كي نقول لكم بالسلامه، وان شاء الله هكا تراو معايا ديكورات جديده كل شيء حاجات جديده. انا برشا تغييرات ان شاء الله في الفاكونس هذايا، عطله سعيده للناس كلها ان شاء الله هكا تكونوا المهم في الصحه. وشكرا لكم والله، شكرا لبنيت على التعليق نتاعكم، شكرا على 25 مشترك رفيكم باشا والله العظيم. ان شاء الله هكا كلكم تكونوا متمتعين معايا. نتلاقاو في فيديو اخر، بسلامة الى اللقاء.